السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم هذه الوصفه اللي هي عباره على ماسك البنات لازاله التجاعيد من الوجه ديالنا. هانتوما كيفما كتشوفوا هنا عندي واحد المجموعه ديال الانواع ديال الخضروات اللي عندها تقريبا كلها الفوائد كثيره للبشره ديالنا البنات، سواء دهنيه او غير ذلك. اول حاجه البنات، بسم الله على بركه الله، هنا عندي واحد تبسيل والحكاكه ديال المطيشه اللي غادي نحك فيها هاد الانواع ديال الخضروات المتوفرين عندي في هاد اللحظه هادي. غادي ناخذ كل حبه غناخذ منها النص ديالها، ماشي ضروري اننا نحكوا هاد الخضروات كاملين، يعني ناخذوا منهم واحد شويه اللي غادي نستهلكوا، يعني اللي غادي نستعملوا. هنايا اول حاجه غادي نحك الخيار، هو الاول، والخيار معروف بالفوائد ديالو بزاف كثيره. والله البنات الا هاد الماسك هذا راه مفعل، جربوه ان شاء الله اكيد غادي يعجبكم. حاولوا انكم هكا تصايبوه مره في الاسبوع وتستعملوه البشرة ديالكم، راه الخيار مفعل بزاف لازاله التجاعيد من البشره، وكذلك كيعطيها واحد الاشراق، كيعطيها واحد التبييض اللي زوين بزاف. وكذلك الخضروات كاع اللي عندنا هنايا في هذه اللحظه هذه راه زوينين، المطيشه حتى هي عندها الفوائد ديالها، البربه كذلك. والمهم هنايا غادي المهم في هذه اللحظه هذه غادي قربت من نسالي الخضروات اللي عندي، خديت من كل حبه خديت منها النص ديالها، من بعد حكيت كلشي في الحكاكه. الهدف ديالنا هو نحصلوا على واحد الكميه ديال العصير ديال اللي غادي نزولوا، اللي غادي نخرجوا من هذه الخضروات هادو. انتما كما كتشوفوا هنايا حصلنا على هذا الخليط هذا اللي كيجي بهذا الشكل هذا. ثم غادي نصفي في الصفايه الحمراء اللي كاينه عندي. المهم قلت لكم الهدف ديالنا هو نحصلوا على واحد الكميه اللي غادي نستعملوا ديال العصير اللي غادي نستعمله في الماسك ديالنا. صافي البنات، هنا حصلنا على هاد العصير هذا. بعد غنضيف ليه النشا، النشا على حسب الكميه ديال العصير ديالنا اللي حصلنا عليه. المهم كنضيفوا الكميه ديال النشا حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون ثقيل. هنايا من بعد ضفت واحد المعلقه صغيره ديال العسل، ثم المعلقه الثانيه ديال الزيت الزيتون. المهم هاد المكونات اللي ضفتهم في الاخر كيبقاو اختيارين البنات، ولكن راه عندهم واحد الدور زوين وكبير بزاف للبشره ديالنا والتبييض ديالها. المهم العسل متوفر عندنا في المطبخ ديالنا، وحتى كذلك الزيت الزيتون، حتى حاجه ما كنقلبوا عليه، يعني ما كنجيبوها برا، كلشي متوفر عندكم. وصافي من بعد البنات ضفت مازال واحد المعلقه كبيره ديال النشا، حيت الخليط يعني على حسب الكميه ديال العصير اللي كاينه عندنا، الخليط بان لي باقي مازال خفيف. وضفت له معلقه كبيره ديال النشا حتى حصلنا على هذا الخليط هذا اللي كيكون ثقيل وكيجي بحال كريمي، كيكون كثقل شويه وتمسك، باش نستطيعوا اننا نستعملوه للبشره ديالنا. وانتم مرتاحين فضل اللحظه هذه غادي نشارك معكم الطريقه ديال الاستعمال ديال الماسك ديالنا من بعد ما وجدناه. وصافي البنات، هما كنستعملوا على البشره ديالنا بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه، يعني كنضيفوه بهذه الطريقه هذه على البشره ديالنا، وكنخلوه تقريبا مده نص ساعه 30 دقيقه او اكثر. الماسك البنات راه طبيعي، يعني ما تخافوا منه حتى شي حاجه، يمكن لكم تستطيعوا انكم تخلوه حتى مده اطول. ثم البنات في الاخير كنغسلوا وجهنا بالطريقه العاديه بشويه الماء، ما يكونش سخون وما يكونش بارد بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ان شاء الله. ردوا عليا في الكومونتيرات الا جربتوا الا صايبتوا الماسك ديالكم وتستعملوه بالطريقه هذه، ان شاء الله اكيد غادي يعجبكم ويعطيكم النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها البنات في الاخير. وانا متاكده باللي غادي ترضيكم ان شاء الله، وغادي يعجبكم الماسك اللي وجدت معكم اليوم وبزاف بزاف بالصحه والراحه. خليتكم على خير، و الله يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.